السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. صحة فطوركم، رمضان مبارك. هذه الطويبلة ديالي ديال الفطور عادية متواضعة، يعني ما كاينش بزاف الحوايج، لان حنا العام كله حنا كناكلو. انا كنشوف الكلينيك دابا خاوي، باقي كيفطر الحال، فيه الكوره. ملي كيولي العيد كيجيو بزاف ديالنا العرب المغاربه وهادي والتوانسه وكل شيء، لان بخي ديابيت كوليسترول هادي. دونك سيروا غير بالعقل، حنا العام كله حنا ناكلو. ودابا جيت ندير معاكم واحد طويجين ساهل بالزربه، كيتحضر فيه واحد هنا ثلاثه طريفات ديال اللحم الغنمي، باسكو ولادي ما ياكلوش الغنمي، دونك غادي نتقاسموا غير حنايا الكبار اللي ناكلوه. وغنزيد فوق منه واحد البصيله اللي قطعتها هكا، بصله متوسطه يعني. وهنا عندي شويه ديال القزبر معدنوس. بما ان ما كنعرفش ندير الفرق بين القزبر والمعدنوس، انا ديما كندير القزبر معدنوس هكا، ما نهرش راسي بزاف. وهنا عندي الثومه جوج رويصات حكيتهم. من بعد عندي الخرقوم سكينجبير الملح والفلفل الاسود البزار، كل شيء نص معلقه نص معلقه، ما كاينش بزاف ديال. وهنا عندي معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، زيت العود. المقادير راني كنكتبها لتحت، يعني تحضر هذا ما يشدش بزاف ديال. وتنحط كلشي، داكشي ملي خلطت وجلطت كما دابيتيد كنحط كلشي كما العاده، يعني كنحط كلشي في الطويجين ونحط فوق منه ديك البصيله. وهنا وندي نحطو فوق الكاز، ما كاين لا الماء لا والو ديريكت. دونك ملي تنحطو يطيب تنخليه 20 دقيقة، لان حسبتها 20 دقيقة، تنعري تيكون تقريبا طاب وتيطلق البصلة تطلق الماء. ودابا غنزيد عليه واحد البصلة صغيرة اللي قطعتها طروفة، ماشي طروفة، ترونش هكا. وانا غير بصيلة واحدة. وعندي هنا واحد الكميشه ديال الزبيب، ما رقدتوش غير شللتو، نديرو من الفوق ونخليهم 10 دقائق. من بعد غادي نزيد، مني صافي تنعرفو صافي تقريبا طاب، كنزيد نص معلقه ديال القرفه صغيره ومعلقه صغيره ديال السكر. السكر هذا الاحمر تيكون مزيان، سكر برون دونك سمر سمر. فوالا صافي، تنطفي عليه ميم وتيبقى حتى كينشف شويه بوحدو. ها هو، بالصحه والراحه. بون ابيتي، نتمنى يكون عجبكم وبالصحه.